Bonjour, baccalauréat. Bonjour. Marcon, madame Maha, je suis à la page 37 et 38 de نعمل اليوم الصفحة 37 و38 وبتخلص الوحدة معنا وبيبقى لنا فيها التدريبات الانترينمون اللي بنعملهم بالدرس الجاي ان شاء الله. انا كنت قريت قلنا انه في وصلنا على الاكسبريسيون اكريت وعملت القسم الاول نصه، بدنا نكفي القسم الأول وبعدها نعمل الموضوع وبيجي وراه البروجي المشروع. كتير ناس بيسألوني عن البروجي داخل ولا مو داخل، نحن بنشتغله لأنه الأفكار اللي فيه ممكن تجيني بموضوع بس كرمال أفكاره والكلمات اللي راح نستخدمها. راح أقرأ بسرعة هدول النشاطات، تتذكروا او ما بتتذكروا معلش. نحن قرينا قلنا انه في عنا ايفينمون مناسبات، عدة نشاطات كانوا لصالح الاسوسياسيون بسمة، الجمعية بسمة لرعاية مناسبة اليوم العالمي لأطفال السرطان. À l'occasion de la journée mondiale des enfants atteints de cancer, 15 février, plusieurs activités humanitaires sont déclarées pour soutenir l'association بسمة بمناسبة اليوم العالمي للأطفال المصابين بالسرطان في 15 من شباط. أعلنت عن عدة نشاطات إنسانية دعمها لجمعية بسمة. L'agence HA vous propose de faire des dons en but de supporter l'association Basma. Vous pouvez la contacter. Les numéros de téléphone sont cités sur les bus. اقترحت لنا الاش ا هي هلو اسو، مرحبا بالجمعيات اسو يعني اسوسياسيون. اقترحت وكالة مرحبا بالجمعيات انه تعمل تبرعات من اجل دعم جمعية بسمة، وبتحسنوا تتصلوا فيها على ارقام الهواتف المذكورة على الباصات. دو عندي 5 اكتيفيتي، 5 نشاطات. لاسوسياسيون فوز انفيت ا فيزيتي لو بازار كاريتاتيف، لي رونت سون كونساكري بور سوتنير بسمة. تدعوكم الجمعية لزيارة السوق الخيري وتخصص عائداته لدعم جمعية بسمة. 3 سوني 14 فيفريي 2020 15 on vous suggère de voir Sonic Cinema City. La rente sera allouée au profit de Basma 011 etc. تذكروا فرجيتكم جزء من فيلم سونيك. قلنا في 14 من شهر شباط في عام 2020 في الساعة 6:45 الظهر نقترح عليكم رؤية فيلم سونيك في سينما المدينة، وهالعائدات رح تتخصص لصالح جمعية بسمة مع رقم الهاتف. Activité 4. L'association El Nada vous propose une rencontre pour collecter des fonds afin de rendre visite aux enfants du cancer à l'hôpital et leur offrir des cadeaux. أما جمعية الندى فتقترح عليكم لقاء لجمع تبرعات من أجل القيام بزيارة الأطفال مرضى السرطان في المستشفى وتقديم الهدايا لهم. Activité 5. Basma a déclaré la campagne Millions de sourires pour supporter l'association et ses services en collectant 1 million de dons, chacun valu 1000 livres syriennes. أما الأخيرة فتعلم جمعية بسمة عن حملة مليون ابتسامة لحتى تدعم الجمعية وخدماتها بجمع مليون من الهبات، قيمة الهبة الواحدة 1000 ليرة سورية. هلأ اون باس على باج 37 تنشوف شو هو الاكتيفيتي التابع لهالاكتيفيتي هدول هالنشاطات الجمعية. عندي هون الايفينمون لا فراز كي اكسبريم لا بروبوزيسيون ليكسبريسيون دو بوت بدهم، وعندي هون 5 اكتيفيتي 5 ايفينمون الخمس مناسبات، الخمس مناسبات لصالح الجمعيه بدنا نذكرهم هون
ولا فراز، الجملة اللي بتعبر عن الاقتراح، أنا أقترح، أنا مثل je vous propose, je vous suggère، الاقتراح اللي تم. وهون شوية العبارة الهدف، نتذكر هذه الوحدة الأولى l'expression de but، شوية الكلمة اللي بتدل على الهدف. أنا باخدهم وحدة وحدة بالنسبة لكل المناسبات. بدهم أول إيفين ما حطوا لي إياه تبع الباصات، وحطوا لي إنه أنونس بلاسي سيغ لي سيغ لو بوس. إذا بنرجع لفوق وبنعلم عليهم لحتى نعرف نحل وما ننسى. إذا أنا هون عندي الإيفينمون هو أنونس سيتي سيغ لو بوس، وموجودة كلمة أنونس. على كل حال هن نحلوا لي إياها وأنا بقدر بحطها أنونس بلاسي أو سيتي. طبعا إذا بدي أحط سيتي بدي أحطهم أو تاني، لأنه الأنونس فيمينا سيغ لو بوس. أما هون فال بدهم الإيفينمون يعني الشيء اللي قاموا فيه. بشو قاموا؟ قاموا لو بازار كاريتاتيف، كان هون المناسبة هي سوق خيري. أما هون الأكتيفيتي كانت devoir voir un film، voir سونيك فيلم، أو بقول voir un film، يعني الشيء اللي قاموا فيه أو الإيفينمون هو شوفت رؤية فيلم. هون الأكتيفيتي اللي صارت هي faire une rencontre، لقاء. بس هيك بكتب، ما في داعي أكتر. وهون بالأخيرة une campagne faire une campagne million de sourires، أو بكفي كمان أقول فيغ إن كومباني. إذا هون أنونس الإيفينمون، هون أنونس بلاسي أو سيتي سيغ لو بوس، هون لو بازار فيغ إن بازار كاريتاتيف، هون فواغ إن فيلم، هون فيغ إن رونكونتر، فيغ إن كومباني دو مليون دو سوغير. هلأ بدهم la phrase qui montre cette proposition، بدون الجملة التي تشير على هل، رح أحطها بلون تاني، بدون البروبوزيسيون، بدي أدور على بروبوزيسيون. أول وحدة لاجانس اش ا فو بروبوز، نفس الكلمة فو بروبوز دو فير دي دون، وكالة اش ا تقترح عليكم القيام بالتبرع. هذه هي جملة البروبوزيسيون الاقتراح. أما الثانية لاسوسياسيون vous invite à visiter le bazar caritatif، الجمعية تدعوكم لزيارة البازار السوق الخيري. بالجملة بالثالث On vous suggère de voir Sonic. On vous suggère de voir نقترح عليكم رؤية فيلم سونيك. بالرابعة l'association vous propose، l'association جمعية الندى vous propose تقترح عليكم، جمعية الندى تقترح عليكم une rencontre. هون ما في كلمة propose ولا في كلمة suggère، ما فرح عايفة فاضي، لأنه ما في عندي إلا يمكن إذا حطيت كولكتي دي مليون، بس هذا ما هو اقتراح. إذا هون ما في عندي شيء، أنا بس عندي أربعة فيهم الجملة البروبوزيسيون الاقتراح. واحدة فو بروبوز، واحدة فو انفيت عم تدعوكم، هون اون فو سوجيغ عم نقترح عليكم، فو بروبوز تعرض عليكم، وهون ما في يعني ما لقيت. طيب نشوف العرض الأخير، السؤال الأخير كان l'expression de but، شو هي كلمة الهدف؟ كمان رح أغير اللون لحتى
أعرف أميز بيناتهم؟ بدي الأداة اللي بتدل على هدف. en but de، en بهدف. pour، trois، au profit de، quatre، فين في، pour، هون، pour. هادو كل expression de but، expression de but. شفنا هون en but de، pour au profit de، من كتار. حليتوا هذا التمرين، بنتقل على التمرين اللي تحته. عم يقولوا لي rédiger un mail à un directeur، اكتب رسالة إلكترونية à un directeur، إلى مدير، où vous lui proposez، تقترح عليه des actions humanitaires، أعمال إنسانية، pour soutenir Basma، vous rédigez au moins trois actions humanitaires en citant leur but. إذا بدهم أكتب إيميل، طبعا إيميل أنا بعرف شو هو شكله الإيميل، من إلى أوبجي، دايما هدول ما بصير بلاهم، وعبارة التحية وبعدها بحط الميل. إذا بدي أكتب إيميل رسالة إلكترونية لمدير، أقترح عليه أعمال إنسانية لحتى ندعم فيها جمعية بسمة تبعت أطفال مصابين بالسرطان، وستكتب على الأقل، بس اللي على الأقل ما بكتب أكثر منهم، بتأيد بالثلاثة، ثلاث أعمال إنسانية مع ذكر أهدافهم. أنا كتبته وبقرأ لكم إياه، تشوفوا هذا هو نص السؤال وهذا هو إيميلي. de yousef@gmail.com à Saïd. Objet, الموضوع action humanitaire، أعمال إنسانية. bonjour monsieur le directeur، صباح الخير سيد المدير. إجباري أحط فاصلة وبعد أنزل للسطر اللي تحته. Hier, vous avez demandé de proposer des actions humanitaires pour soutenir l'association Basma. Moi, je propose d'organiser un bazar caritatif pour acheter des médicaments aux enfants cancéreux. Je vous suggère aussi d'organiser un dîner dans le jardin public et on invite les gens à une aventure gastronomique en trois plats en échange de petits dons pour soigner les malades. Enfin, je propose que chaque enfant malade dessine un tableau pour le vendre à 1000 livres syriennes. Ainsi, on apporte la joie aux enfants et en même temps, on atteint notre objectif de soutenir Basma. Qu'en pensez-vous, monsieur? Mes respects. إذا حطيت دايما الإيميل، وبدي أنتبه أنا هذا إكسبريسيون إكريت موضوعي، لازم ما يتجاوز، يعني أنا عدد الكلمات المطلوب مني هو 90، زدتن 10، نقصتن 10، معلش بس ما أعمل لهم صفحات، لأنه كل ما كتروا صفحات بتقل العلامات. لذلك خلينا نتأيد بالمطلوب مننا، وما ننسى انه البريد الالكتروني انه يكون رسالة الالكترونية فيها دو ا اوبجي، والتحية والفاصلة، وبالاخير احتراماتي، يعني عبارة تحية وعبارة الوداع. اذا الموضوع عم بيقول طبعا محتمال يجي كله نفسه يعني، واحتمال يجي شبيه له. أنا بكتب، حاولوا تكتبوا أنتوا شيء بيشبهه، ما تتأيدوا باللي أنا كتبته، بس أنا عم بعطيكم بدهم ثلاثة، دايما عناصر الموضوع بتأيد فيها، بدهم ثلاث أكتيفيتي مع ثلاث أكتيفيتي هيومانيتير مع البيوت تبعه، فأنا لازم أتأيد أحافظ على الشكل والمضمون. صباح الخير سيدي المدير، البارحة أنت طلبت أن نقترح أعمال إنسانية لدعم جمعية بسمة. أنا أقترح، جو بروبوز، شايفين مثل ما طلعنا العبارة ده، أو جو بروبوز أو بور، جو بروبوز بور أو مثلا أون بوت دو ولا أفان دو، يعني المهم بده يكون في عندي بوت. موا جو بروبوز، أنا أقترح تنظيم سوق خيري لشراء
أدوية ميديكامون لأطفال المصابين بسرطان، كانسير سرطان، كانسيرو المريضين بالسرطان. هذا أول اقتراح، إنه نعمل سوق خيري ونشتري أدوية لمعالجة هذا البيوت تبعه لمعالجة الأطفال المصابين بالسرطان. واقترح عليكم أيضا تنظيم عشاء في الحديقة العامة، وندعو الناس عن افانتور غاسترونوميك إلى مغامرة افانتور، مغامرة في تذوق أطعمة، ثلاثة أطباق من الأطعمة مقابل هبة صغيرة من تعطى للعناية بالمرضى. هذه الثانية، إنه نعمل 3 صحون أكل، يعني وجبات 3 صحون بيدوا الزائرين، ومقابل هالصحون الثلاثة بيدفعوا تبرع، وهالتبرع بيروح بوخ سواني لملاد لمعالجة المرضى. أما أخيرا أقترح إنه كل طفل مريض يرسم لوحة لكي نبيعها ب1000 ليرة سورية، وهكذا نجلب الفرح للأطفال، وفي نفس الوقت نبلغ هدفنا اللي هو سوتنير دعم جمعية بسمة. ما هو رأيك؟ كان بونسيفو مسيو، ما هو رأيك يا سيد المدير؟ مي ريسبي احتراماتي. طبعا هاي الآن يعني ما هو رأيك، كو بونسيفو دو سولا، دايما الآن هي دو زائد كلمة. ما هو رأيك بذلك، يعني باقتراحي بعرضي. بقى انت خلصت ال 37، بقى عندي 38 اللي هو بروجي بدهم مني اورغانيزي ان ايفينمون سوسيال، احضر انظم مناسبه اجتماعيه. وطبعا هي مجموعات بالصف بيشتغلوا، بس انا بقول لكم انه لازم انا حافظ فيها على يكون هالعرض، هذا العرض العمل المناسبة الاجتماعية يكون فيها لو بوت الهدف، ليزاكتيفيتي نشاطات، لو بيدجي الميزانية، لو ليو المكان، لا دات التاريخ، ولو جروب سيبل مين لمين موجه هالعمل هالنشاط الإنساني الاجتماعي. كمان هل الشيء اللي بدي أعمله إما راح يكون أفيش ملصق، إما إعلان، إما ديبليون منشور، ممكن إنه يكون ديبليون كتيب، ممكن منشور بروشور أو باج ويب على صفحة الإنترنت. هذا بس، وأنا راح نقرأ هلا نشوف أنا شو عملت. هذا هو نص البروجي، هذا اللي كتبته. رانديفو Le 26 septembre, le 26 septembre 2021, la course Enfants sans cancer revient au Parc national de Saint-Cloud, où en connecté, courez ou marchez 5 km ou 10 km. Pour des enfants sans cancer, 100% des dons pour la recherche. Une 10e édition exceptionnelle vous attend. Allez, combattez, gagnez. Chaque participant s'engage à collecter un minimum de 200 euros de dons auprès de son entourage. Inscrivez-vous sur l'adresse suivante. إذن هل أعلان هذا لقاؤنا في 26 من أيلول 2021 في سباق أطفال بلا سرطان. يعود هذا السباق، هذه المناسبة تعود في الحديقة الوطنية، في المنتزه الوطني في بلدة سانكلو، أو يعني لقائنا في هالمكان هاد، او ان كونكتي، او بنكون متصلين بالانترنت ومنشارك معهم من المحل اللي نحن موجودين فيه. اركضوا او جريا او مشيا 5 كيلومتر او 10 حسب الواحد مثل ما بده، حتى يصير فيه على اساسه التبرع. نرقد لكرمال اطفال، من اجل اطفال بلا سرطان. بالمية من هذه التبرعات ستذهب الى البحث، الى الابحاث. هاي هي السنة العاشرة، ديزيم إديسيون، السنة العاشرة المتميزة تنتظرنا. اركضوا هيا، يعني اركضوا، يعني بادروا وحاربوا، قاوموا واربحوا.
كل مشارك يلتزم بجمع، اللي بده يشارك بهالسباق بده يلتزم هو بجمع على الأقل 200 يورو من اوبخي دو سون انتوراج، من الناس اللي حواليه، بيجمع منهم هالمبلغ هاد وبيقدمه للجمعية. وهذا هو العنوان اللي بده يتسجلوا فيه لحتى يساهموا في التبرعات. راح فرجيكم الإعلان، البروجي اللي أنا عملته. هذا هو البروجي اللي أنا نفسه كتبته، هو شفتوه هلأ على الشاشة، حبيت أنه أختم فيه درسي. جيفيني لاباج 38، ورح نبدأ بالدرس الجاي في المرة الجاية. أوفوار إلى لا بروشين فوا. كانت معكم مدام بها، بتقلكم باي باي.